إبراهيم حمادته تحدى كل ده، ورغم ان دراعه اتبتر في حادث قطار، هو كان شخص طبيعي جدا، ولكن حصل له حادثة وهو صغير، وقع من القطر وتم بتر الدراعين. اتحدى كل ده ووصل انه يتأهل للأولمبياد، وبيكون حديث العالم كله، العالم كله بيتكلم على إبراهيم حمادته اللي بيلعب تنس الطاولة وهو حاطط المضرب في بقه. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017 كرم إبراهيم حمادته، كان بعد ريو دي جانيرو، وفي الحقيقة كان في تكريم كبير ليه على الإنجاز وتحديه، لأنه بجد فخر لينا كلنا كمصريين إن يكون عندنا حد عنده العزيمة والإرادة دي. اللي بيعمله حمادته إبراهيم حمادته رسالة لكل واحد، رسالة لكل الناس، سواء من الأصحاء أو من ذوي الهمم، إن مفيش حاجة اسمها مستحيل، في إرادة، في عزيمة، في رغبة إنك تنجح، وربنا سبحانه وتعالى ممكن ياخد منك حاجة ولكن يعوضك بنعم كتير جدا. يمكن يكون الحادثة اللي حصلت لحمادته دي غيرت حياته تماما، غيرت مسيرته تماما. إبراهيم حمادته على الجانب الشخصي بعيد عن الرياضة، متزوج وعنده 3 أبناء، المهندس محمد، دكتورة مي، وعنده آخر العنقود ملك. إبراهيم حمادته ما اقتصرش أنه هو يمارس رياضة ولا يتأهل للأولمبياد فقط، عمل أنشأ جمعية اسمها الحياة للمعاقين حرقيا بدمياط في سنة 2011. عمل الجمعية دي إيه؟ هو طبعا بيرأس مجلس إدارتها، هو اللي عملها بنفسه، عملها في مجالين، الرياضي والاجتماعي. عنده فريق، بتمتلك الجمعية دي فريق لتنس الطاولة، حقق المركز الثاني في الدوري الممتاز في موسم 2012-2013. عنده فريق ثاني لكرة الطايرة جلوس، صعد للدوري الممتاز في موسم 2013-2014، بعد وده كان بعد ما لعب موسمين بالدرجة الأولى. كمان بتقدم الجمعية مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة أو الناس اللي عندهم إعاقة، وبتوزع، وزعت تقريبا أكتر من 40 كرسي متحرك وكرسي كهربائي من وقت إشهارها. كمان ساعدت عدد كبير جدا من الأسر بتوزيع، يعني الحاجات دي كلها خيرية الواحد مش عايز يتكلم فيها، يعني مساعدات من لبس وأدوات مدرسية قبل العام الدراسي الجديد، بتوفر كمان احتياجات لناس كتير في شهر رمضان الكريم. الراجل بيعمل حاجات كتير قوي ده طبعا، وبينظم رحلات، الجمعية بتنظم رحلات وفيها برامج ترفيهية، في حاجات كتير قوي بيعملها، فيها منها جزء جانب إنساني، مشاركة اجتماعية، بقى بطل، فعارف ايه الحاجات المطلوبة منه، بقى عارف ان هو مؤثر في المجتمع. هو ده البطل الرياضي والإنسان إبراهيم حمادته اللي ليه كل التحية والتقدير والاحترام. إبراهيم حمادته أسطورة يجب أن تدرس ونمشي على نهجها. Thank you.